نحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. تقريبا قاعدين الآن قدام واقع أمني سياسي جديد، تشكلت ملامحها الأولى يوم 4 أبريل لما وصلت قوات الجيش الوطني لبعض المدن في المنطقة الغربية. ونحن قاعدين الآن في نهاية الشهر الخامس للمعارك العنيفة المستمرة بين قوات الجيش الوطني من جانب وبين المجموعات المسلحة اللي تتبع واللي موالية لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج من جانب آخر. خلونا قبل ما نخشوا في موضوعنا اللي حيكون خيارات المجتمع الدولي، خيارات القوة المؤثرة، القوة المنخرطة في ملف الأزمة الليبية بقوة وبفعالية، خلونا نشوفوا قبل كيف كان الأمور قاعدة ماشية الآن في تحالف الوفاق. تحالف الوفاق اللي يقاتل الآن ضد قوات الجيش الوطني، وللتذكير من جديد شن قوامة تحالف الوفاق؟ قوامة مجموعات مسلحة تتبع لمدينة مصراتة، وهي طبعا قاعدة تشكل في القوة الحقيقية اللي قاعدة تقاتل الآن على الأرض. قاعدين نحكوا هنا راهو على المستوى الميداني العسكري. عندك أيضا مجموعات مسلحة تتبع للعاصمة طرابلس وتتبع بعض مدن المناطق الغربية. عندك أيضا في تحالف الوفاق، وهذا مهم، مجالس شورى، القيادات ومجموعات مجالس شورى درنة وبنغازي اللي هي هربت من بنغازي وهربت من درنة، التنظيمات الجهادية المتطرفة المصنفة في القوائم العربية كتنظيمات إرهابية. عندك أيضا جزء من أنصار الشريعة، التنظيم المصنف دوليا وأمريكيا كتنظيم إرهابي والمرتبطين بتنظيم القاعدة. عندك أيضا مجموعات أبو عبيدة المرتبطة حتى هي بتنظيم القاعدة. وعندنا مجموعة عسكريين، العسكريين هضم اللي كانوا دائما ملتصقين بالمجموعات المسلحة والميليشيات من سنة 2012، دي بتلقاهم قاعدين مع الميليشيات والمجموعات المسلحة. على المستوى السياسي عندك مجموعات عمل الإسلام السياسي، قاعدين يتكلموا الآن على قوام تحالف الوفاق اللي بدت الآن التصدعات تكون فيه واضحة. على المستوى السياسي عندك مجموعات عمل سياسي انتهازية، وعندك مجموعات عمل الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي، ودبلوماسية الوفاق اللي يقود فيها الآن الإخوان المسلمين يقود فيها بكل وضوح، خصوصا تتكلم على علاقات ثابتة ومستقرة مع قطر وتركيا لما تكلموا على تحالف الوفاق. على سبيل المثال عندك خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، ولكن طبعا اتكلم الآن على دبلوماسية الوفاق اللي يقود فيها على سبيل المثال خالد المشري، فيها مشاكل واجد من ضمنها الاتجاه الدولي، يعني في تعقيدات تواجه فيهن دبلوماسية الوفاق، ضمنهن قضية الاتجاه الدولي اللي قاعد الآن يفكر وقاعد يدرس جديا في تصنيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، بحكم أنه عاد طبعا مرتبط عضويا، مرتبط إيديولوجيا، مرتبط سياسيا وفكريا، ومرتبط مصيريا الآن بالتنظيمات الجهادية المتطرفة، أو على الأقل هذا الشيء اللي أثبتت تجربة ظاهرة الربيع العربي وتجربتنا الليبية تحديدا، خصوصا بعد 2012 شفناها في تجربتنا الليبية لما تخندق الإسلام السياسي في صف التنظيمات الإرهابية، بل في صف أعنف التنظيمات الإرهابية. نتكلموا في تاريخ المنطقة في خلال 100 سنة، نتكلم على تنظيم داعش التنظيم الإرهابي رقم واحد في العالم، تخندقوا مع تنظيمات إرهابية، رفضوا الديمقراطية واعتدوا اعتداء مرعب على مسار التحول الديمقراطي وخربوا علينا كل حاجة في 2014، قصة يعرفها الجميع. لما تمسكوا بالسلطة، لأن راه دائما تجد موضوع السلطة وقضية الفوز في الانتخابات وقضية الخسارة راهي مسألة تتجاوز في مفهوم الخسارة السياسية في ايديولوجيا الإخوان المسلمين أو مجموعة أفكار الإسلاميين والإسلام السياسي، قصة ثانية. الخسارة السياسية يعتبروا فيها انتكاسة وردة دينية، يعتبروا فيها مؤامرة. على كل حال التصدعات في تحالف الوفاق بديت تبان الآن، تجد أوضح أكثر. عندك الإخوان المسلمين قاعدين في جهة، ثوار طرابلس المنزعجين من تغول مجموعات المسلحة التابعة لمصراتة وقاعدين يراقبوا فيها بحذر، قاعدين أيضا في جهة أخرى، بمعنى أن المجموعات المسلحة متاع طرابلس اللي راكمت سلطة ونفوذ ومال وكانت تسرق في البنك المركزي في خلال 8 سنوات وكانت تساوم في مؤسسات الدولة ولازالت، المهم لما راكمت سلطة ونفوذ والمال في خلال 3 سنوات هذه بالتعاون مع حكومة الوفاق اللي أغدقت الأموال على تعزيز نفوذ المجموعات المسلحة وترسيخ الذهنية والعقلية الميليشيوية اللي تشوف في الوطن وفي العاصمة طرابلس تحديدا تشوف فيها عبارة عن غنيمة، غنيمة لا يمكن أن هي تفرط فيها. الأمور بهذا الوضوح، وهي تقاتل الآن دفاعا عن هذه الغنيمة، بل حد عاد يعتقد أن قادة المجموعات المسلحة اللي قاعدين أو مهربي الوقود البشر وأصبح يعني الناس اللي تحمل في أسماء غريبة عجيبة قاعدين يقاتلوا الآن عشان الحريات أو عشان الديمقراطية أو عشان الدولة المدنية. المجموعات المسلحة اللي تنتمي للعاصمة طرابلس قاعدة الآن تراقب بحذر حتى هي وتشوف في شكل الواقع الميداني، زي ما تراقب في الدول في شكل الواقع الميداني، لأن قاعدين يواجهوا في مشكلة ثانية.
تغول المجموعات المسلحة متاع مدينة مصراتة واستحواذها على السلاح التركي، هذا داير مصدر قلق وداير مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لمجموعات طرابلس، لأنهم الآن قاعدين في وضع معقد. من جهة لما ينجح الجيش الوطني في مشروعه ويخضع المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس وينزع سلاحها، حتفقد كل شيء. من جهة ثانية تكلموا على مجموعات مسلحة تتبع طرابلس، أيضا ما تتمناش أن مجموعات مصراتة تنتصر أو تحقق نصر ميداني، لأن مجموعات مصراتة حتتغول عليها، خصوصا وأن المجموعات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة قاعدة الآن ديما تحمل في مجموعات طرابلس وحكومتها، هم طبعا عاد يعتبروا في حكومة الوفاق هي حكومة ميليشيات العاصمة طرابلس، وهذا طبعا رأي وجيه فعلا، لأن حكومة الوفاق تحابي في مجموعات مسلحة وميليشيات دون ميليشيات القصة أيضا المعروفة للجميع. في أيضا عندك انزعاج كبير من المجموعات المسلحة بخصوص أداء حكومة الوفاق السياسي، مش عجبتهم واجد القصة، يشوفوا فيها حكومة متخاذلة، حكومة ما تعرفش كيف تقود الحرب خصوصا خارجيتها، وديما قاعدين يدفعوا الآن في اتجاه خصوصا قادة الصف الأول في المجموعات المسلحة والمتنفذين والجناح الراديكالي المتطرف في جماعة الإخوان المسلمين، كلهم قاعدين يدفعوا باتجاه فكرة تعديل الحكومة وجعلها حكومة حرب. في نفس الوقت أيضا عندهم مشكلة ثانية بشكل وجدات في تحالف الوفاق، المشكلة الحقيقية أن هم ما عندهمش طرف الخيارات بالنسبة للسراج وحكومة الوفاق، يعني ما يقدروش يسقطوا الحكومة والمجلس الرئاسي ببساطة وبصيغة الحالية، لأنهم أظن كلهم معتمدين على الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق، واللي بالمناسبة أصبح اعتراف من غير معنى، طبعا هذا بإجماع المراقبين. كيف من غير معنى؟ لأن السراج ومجلسه وحكومته استنزفوا رصيد الاعتراف الدولي تماما. راهو الاعتراف الدولي ما هوش شيك على بياض، في التزام وفي مهام وفي أشياء يجب أن تلتزم بها وفي جدول زمني، ما هوش اعتراف مفتوح للأبد. تم استنزاف رصيد الاعتراف الدولي من قبل السراج في مناسبات واجدة آخرها، لما أعلن السراج في العيد لو يتذكر الجميع طبعا، أعلن السراج قبول الهدنة اللي اقترحتها البعثة الأممية، وبعدين أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني قبول الهدنة. شن صار؟ طلعت قيادات كبيرة من تحالف الوفاق وتحديدا في لواء الصمود متاع صلاح بادي المطلوب دوليا، طلعوا فورا ورفضوا الهدنة واخترقوها. هذا كان مؤشر مهم جدا للبعثة الأممية وللدول اللي قاعدة تشوف وتراقب بحذر والمهتمة بموضوع ليبيا، كان زي بالون الاختبار لمدى قدرة حكومة الوفاق أن هي ربما تمشي في أي مشروع أكبر من موضوع هدنة، زي مثلا وقف إطلاق نار أو أي ترتيب أمني ثاني. قبلها أيضا استنزف الاعتراف الدولي وتم استنزاف رصيد الاعتراف الدولي زي ما استنزفوا أموال الدولة الليبية على المجموعات المسلحة والميليشيات التي تقاتل في العاصمة طرابلس اليوم، دفاعا عن نفوذ وسلطة ومال تحت قيادة فايز السراج. دخولنا الآن في الشهر السادس بعد يوم 4 سبتمبر الجاي، 4 سبتمبر الجاي حتكون نحن دخلنا في الشهر السادس، 5 أيام. هذا أيضا حمشي بينا للخيارات المدن ونحن نتابعه فيه كل يوم كل أسبوع كل شهر، وعلى رأس مدينة مصراتة اللي للأسف قاعد يقود فيها طيف ينادي بالحرب وماشي بها في مشروع لا يخدم مصالح المدينة ولا مصالح ليبيا بأي شكل من الأشكال. هو من المؤسف الآن أن جماعات الإسلام السياسي ما زالت قاعدة تشتغل وداخلة بمدينة مصراتة بالكامل في رهانات مدمرة. يعني أبناء مدينة مصراتة الآن يقاتلوا اليوم من أجل شنو؟ من أجل ينجح مشروع الإسلاميين، لا يمكن تستفيد مصراتة ولا ليبيا. مشروع الإسلاميين اللي يقاتل في آخر معاقلة في المنطقة في ليبيا وفي المنطقة الغربية تحديدا من ليبيا، وما زال الإسلام السياسي يشتغل على مدينة مصراتة، وما زال يعتبر فيها مدينة سخرت فقط للقتال والحرب. هيك الإسلاميين يشوفوا في مدينة مصراتة، وهذا شيء زعل، والناس واجدة مش منتبهة للجزئية هذه. الإسلاميين ما يشوفوش في مدينة مصراتة إلا مدينة من أجل القتال والحرب، مخزن مقاتلين وحرب. مؤسف، مدينة ليبية تتكلم تقول الآن يقدر يستخدم فيها تيار إسلامي متطرف متأخر يستخدم فيها في حروب سلطوية، هم قاعدين الآن عايشين حالة استذئاب سلطوي يبوا يقدروا بأي طريقة. عودة من جديد باش ما نطلعوش من الموضوع لموضوع شكل النظرة الدولية الآن اللي فيها انقسام كبير حول ليبيا، لأن حنحكوا في حلقة ثانية طبعا بتوسع عن خيارات المدن الليبية، ونحن قاعدين على أبواب الشهر السادس للمعارك المستمرة بين قوات الجيش الوطني وبين المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق. اليومين اللي فاتن تكلمنا على التقرير اللي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش قدام مجلس الأمن الذراع التنفيذي للأمم المتحدة. مراقبين واجدين يسألوا هل حنشوفه على سبيل المثال تغيير نوعي في الموقف الدولي، هل حنشوف رؤية مشتركة تتشكل تجاه ملف الأزمة الليبية
خصوصا أن مازال في انقسام، وإن كان في عنوان عريض يتفق عليه الجميع اللي هو الاستقرار. التفاصيل هذه والأسئلة اللي خلونا نفكر فيه ونتناقش فيه مع ضيفنا اللي انضم لنا الآن ونرحبوا به من تونس، الأستاذ باسل الترجمان الناشط السياسي والمهتم بالشأن الليبي. سيد باسل، سعيد جدا بوجودك معي الليلة في البلاد. أهلا وسهلا، سعادة مشتركة، سعيد أني نكون معكم على قناتكم 218. نعم، الأمين العام للأمم المتحدة قدم التقرير الروتيني قدام مجلس الأمن بخصوص ليبيا، تكلم على حاجة واجد. التقرير كان يعني شامل لكل شيء، تكلم عن الواقع الأمني والواقع السياسي والواقع الاقتصادي وأيضا الواقع الإنساني، والأهم طبعا كانت قضية الإرهاب، وتكلم حتى ذكروا حتى عدد، يعني قالوا أن في مقاتلين دواعش ينتموا لتنظيم الدولة الإسلامية عددهم بين 500 إلى 700 إلى آخره، وفي مخاوف كبيرة في موضوع الإرهاب، وأيضا طبعا عاد الشغل الشاغل بتاع المجتمع الدولي قضية الهجرة غير القانونية. هذا يخلينا نسأله سؤال واحد مباشر الآن، هل في القادم حنشوفوا تغيير في شكل الموقف الدولي والانقسام اللي ساير في الأسرة الدولية تجاه ليبيا؟ يعني في البداية هنالك مؤشرات مهمة ومتسارعة تهم أساسا الدول التي لها علاقة مباشرة بالملف الليبي. يعني القضية ليست من الأمين العام للأمم المتحدة أو من فريقه العامل في ليبيا، ولكن من موقف الدول التي زاد قلقها بشكل كبير وبمنسوب عالي جراء ما تشهده ليبيا من تطورات. يعني أنا استمعت بكل اهتمام لتقديمك للبرنامج حتى تفضلت به من حديث، وهو حديث دقيق جدا وتوصيف عالي المسؤولية. القضية المهمة اليوم أن جماعات الإسلام السياسي، أو أنا أرفض يعني نصنفها حقيقة عصابات الإسلام السياسي، نعم، في الغرب الليبي لديها آخر بؤرة تقاتل بها بدعم، يعني هي تقاتل في معركتها الأخيرة، معركتها النهائية، بدعم قطري تركي، لأنهم يعلمون هؤلاء أن هزيمتهم وانتهاءهم هو انتهاء قص لأصابعهم التي لعبت بالدم الليبي كما لعبت بالدم السوري والدم العراقي والدم الفلسطيني في غزة. يعني هؤلاء قص أصابعهم سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة، لذلك هم يحاولون اليوم استغلال عصابات الإسلام السياسي لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض، أو محاولة إطالة أمد الأزمة، متأملين أن يعود الحكم الديمقراطيون للحكم في أمريكا ويستعيدون زمانهم. يعني هم يقاتلون اليوم تحت مسمى باب الوهم أن أقل من سنة أو بعد سنة وأشهر ستبدأ الانتخابات في أمريكا، هنالك أمل أن يغادر الرئيس ترامب ويتم هنالك تغيير في الإدارة الأمريكية ويعود زمن عصابات الإسلام السياسي التي كانت ترعاها الحكومة، يعني المنظومة الحزب الديمقراطي في أمريكا، التي بالمناسبة ما زالت تراهن على هؤلاء وتعتبرهم أنهم جزء أساس من محاولة إعادة يعني تقسيم المنطقة وفرض ما يسمى بالفوضى المدمرة عليها. رغم أنه سمحني عن المقاطعة سيد، بس رغم أن باراك أوباما بعد ما طلع من السلطة قال صرح تصريح خطير جدا، قال نحن ارتكبنا أخطاء كارثية في ليبيا، وطبعا والكلام هذا للديمقراطيين. يعني عادة الرؤساء الأمريكان بعد ما يغادروا السلطة ويرتكبوا كل الكوارث والمصائب تعود لهم إحساس بالأخلاقويات. لا، ما يعنيني أنا في هذا الموضوع هو ما تقوم به مؤسسات الحزب الديمقراطي الأمريكي من تواصل وتعاطي مع هؤلاء ودعم مباشر لهم اليوم الناس هذا على الأرض. وبالتالي يجب أن نكون واضحين في موقفنا وفي رسالتنا الموجهة للإدارة الأمريكية تحديدا، أننا لن نسمح أن يكون هنالك تكرار لما ارتكبه الديمقراطيون من كوارث في ليبيا على حساب الشعب الليبي. جماعة الإسلام السياسي والديمقراطية لا يمكن أن يلتقيان، لأن العصابات لا تؤمن بالديمقراطية. لا يمكن لإنسان كما علي الصلابي أن يصبح رجل ديمقراطي، ولا يمكن لإنسان إرهابي مثل عبد الحكيم بالحاج أن يصبح رجل ديمقراطي، ولا يمكن لصلاح بادي أن يصبح رجل ديمقراطي. هذا كله نوع من استبلاه الناس، ولكن هؤلاء
يعني كان مطلوبا منهم مخطط، هذا المخطط 9 سنوات وهو يدمر في ليبيا واستنزف ليبيا، واليوم من يدعمهم يريد منع ليبيا من أن تعود كدولة مستقرة. يعني أنا لا أفهم موقف هذه العصابات التي فشلت في السيطرة على ليبيا وأبقت حالة الانقسام والفوضى والحرب الأهلية بها، وعندما بدأ الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بعملية إنهاء الأزمة في ليبيا والسعي لتوحيد ليبيا وإعادتها كدولة مستقرة، وهذا مطلب يتفق عليه كل دول يعني حوض البحر الأبيض المتوسط باستثناء تركيا التي تريد أن تبقى ليبيا دولة مقسمة منفلتة لا يحكم فيها أحد، لتكون ممرا لكل مشاريعها الإرهابية في المنطقة. طيب الآن عودة لقضية الصراع الدولي، ونحن نتكلم الآن على المحور القطري التركي. الناس واجد الآن تتساءل، هل فعلا سيد باسل على المدى البعيد قاعد يخدم في مصالح تركيا حكومة الإخوان المسلمين، وهي قاعدة الآن مستمرة في التدخل؟ بالمناسبة في أغسطس في الشهر هذا قدرت تركيا أن هي تدخل 5 أو 6 طائرات مسيرة لصالح المجموعات المسلحة اللي تقاتل في قوات الجيش الوطني في العاصمة طرابلس. الناس واجد تتساءل الآن أردوغان عليه شو راهن؟ يعني علينا أن نفهم، أن نرى المشهد التركي على الأرض. عبد الله جول وقيادات حزب الإخوان يعني حزب أردوغان بدأت بالانقلاب عليه. أردوغان خسر كل محيطه الجغرافي، يعني الرجل اليوم صار رهينة لجماعات وعصابات الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية والمتطرفة. يعني عندما أتى أردوغان إلى الحكم، وأنا يكفيني شرفا أنني كنت من القلائل الذين شككوا بأنه رجل صادق، وهذا الرجل قلت من البداية أنه كذاب وغير صادق، لأنه أتى بمشاريع وأتى بقضايا لا يمكن لليبيا للأسف لتركيا تتحملها في ظل ارتباطاتها الدولية وعلاقاتها الدولية ووقعها سواء مع حلف الناتو، سواء في علاقتها مع إسرائيل أو مع دول الجوار. أردوغان أتى ليتحدث عن 0 مشاكل في العلاقات مع دول الجوار. اليوم هل هنالك دولة في كل محيط تركيا ليس لها مشكلة مع تركيا؟ لا يوجد على الإطلاق. تركيا تعادي كل المحيط الجغرافي لها وتعادي ما بعد المحيط الجغرافي. يعني في زمن ما قبل أردوغان كان لتركيا خلافات مع بعض دول الجوار، ولكن لم يكن لتركيا عداء مع مصر أو مع ليبيا أو مع أي دولة من دول العالم. اليوم تركيا تعادي أغلب دول الجوار وما بعد دول الجوار. يعني العداء التركي لمصر ولليبيا لا يمكن أن نجد له تبرير أو تفسير، ليس هنالك حدود مشتركة، ليس هنالك مصالح مباشرة مشتركة، ولكن هذا الحقد العثماني التركي على هذه الدول اليوم تعكس حقيقة وجه أردوغان. أردوغان لم يبقى له أي حلول ميدانية على الأرض. يعني اليوم الإدارة الأمريكية وجهت رسالة دموية لأردوغان عندما قصف الطيران الأمريكي داخل المناطق التي يحميها أردوغان في شمال تركيا، في شمال سوريا، مقرا لقيادات الجماعات الإرهابية، وقتلت 45 من قياداتهم مرة واحدة. وبالتالي هذه الرسالة ليست للجماعات الإرهابية، هذه الرسالة لأردوغان أن ليس لك دور قادم في التفاهم الروسي الأمريكي حول إعادة ترتيب المناطق في شمال سوريا وإنهاء دور الجماعات الإرهابية فيها. الرسالة كانت موجهة مباشرة لأردوغان. وبالتالي اليوم نحن أمام متغير جديد ومهم، أن هذه العصابة التي يقودها أردوغان في تركيا بدأت تتآكل من الداخل، يعني وسترى في القريب القادم كيف سيبدأ عملية إسقاط أردوغان من داخل حزب العدالة والتنمية، أو خروج القيادات الأساسية التي لا تريد أن تتحمل معه عبء ما ارتكبه من جرائم ومن مصائب في المنطقة، لأن أردوغان لن ينجو من العقاب. هذا قانون، من لعب بدماء الناس ومن قتل وارتكب الجرائم لن ينجو من العقاب، ونحن لنا في عمر حسن البشير خير مثال. وبالتالي هنالك القادم وسيكون إن شاء الله لمثل هؤلاء الذين لعبوا بالدماء وارتكبوا الجرائم حساب عسير، سواء الموجودين
في اسطنبول في أنقرة أو الموجودين في الدوحة. للأسف الأشقاء في الدوحة رفضوا رفضا تاما ولم يقبلوا أن يستمعوا إلى صوت العقل وأن يكفوا يدهم عن هذا الدور القذر التي تقوم به الدوحة في خدمة المشاريع الصهيونية في المنطقة. من يتوهم في الدوحة أن قطر ستكون إسرائيل المنطقة، الدولة الصغيرة التي قادرة أن تحكم وتتحكم بمصائر البشر، عليه أن يعلم أن إسرائيل أوجدها مشروع في المنطقة، بينما قطر ذهبت بأرجلها لتكون في خدمة مشروع لهم لا يحتاجوها وليسوا بحاجة لها. والدليل أن قطر اليوم محاصرة ومنسية من العالم، وجميع يعني أغلب دول العالم تتعامل معها وكأنها دولة مارقة، دولة ليس لها احترام دولي، وهي عبارة عن خزان مال يدفع المال من أجل استرضاء الدول والعفو عما ترتكبه من جرائم، ولكن هذا لن يكون له لمدة طويلة، لأن خزان المال المصالح الاستراتيجية بين الدول أهم بكثير من خزانات المال. نحن شفنا دول حاولت أن تستعمل خزان مالها لإنقاذ نفسها من ورطات. المصالح الاستراتيجية والعلاقات الدولية أهم بكثيرا من خزانات المال الموجودة في قطر أو في غيرها. طيب سيد باسل، سؤال المستقبل، رغم أن طبعا عاد التنبؤ بالمستقبل قصة معقدة شوي، لكن في تقديرك ونحن داخلين في الشهر السادس، شن هي خيارات الجيش الوطني مع استمرار الدعم التركي بالسلاح وبالطائرات المسيرة وبالدعم اللوجستي والدعم المادي والسياسي للمجموعات المسلحة في تحالف الوفاق؟ شن يكون عند الجيش من خيارات في الفترة الجاية؟ يعني لنقلب السؤال قد نكون نصل إلى النتيجة أسهل. ما هي وضعية المعنوية والنفسية لقوات ورجالات وأبطال الجيش الوطني الليبي، وما هي الوضعية النفسية والمعنوية لعصابات والميليشيات في طرابلس وفي بصراقة؟ السؤال سينحصر هنا. يعني أنت بدأت عندما في التقرير، عندما كنت تتحدث، وأنا أؤكد أنني استمعت باهتمام شديد وأشكرك على ما أضفت لنا في هذا التقرير، أن هنالك حالة من التململ وحالة من الخوف وحالة من انعدام الثقة بالمستقبل تهم كل الميليشيات والعصابات الموجودة في مناطق الغرب الليبي وتحديدا في العاصمة طرابلس. وبالتالي معنويات وقدرات وإيمان الجيش الوطني الليبي بحتمية النصر وحتمية النجاح ينعكس من موقف وطني وليس من موقف عصابات. الجيش الوطني الليبي ليس عصابة، حاشا وكلا لله تعالى. الجيش الوطني الليبي هو تعبير صادق عن الإيمان الشعب الليبي بضرورة إنهاء هذا التواجد للعصابات للدواعش للجماعات الإرهابية في ليبيا، وبالتالي هذا الموقف ينحصر في الحالة النفسية والمعنوية. هل يثق قادة الميليشيات وعناصر الميليشيات أنهم سيبقون بعد شهر في طرابلس؟ لا أعتقد ذلك تماما. هم يحاولون، وهذا يمكن أن نلاحظه من خلال رحلة الطائرات التي تغادر طرابلس ومطارات المحيطة بها معتيقة ومصراطة إلى عديد من الدول وعديد من المحطات، سنجد أنها كلها هذه الميليشيات بدأت مرة أخرى في عملية الاستعداد للرحيل. هم يعلموا تماما أن لا مستقبل لهم في ليبيا. هنالك حقيقة، وهذه الحقيقة مؤلمة، أن من خان وطنه ومن باع وطنه ومن تآمر على وطنه حتى تراب الأرض التي سيدفن فيها سيبقى باردا عليه، لم يحتضنه، لأن من خان وطنه وباعه من أجل دولة أخرى ومن أجل أطراف أخرى حتى تراب وطنه والتي سيحتضن جثمانه لن يكون حنونا ولن يكون رؤوفا به. لازم نفهم حاجة، وهذه حاجة مهمة، أن لا يوجد في تركيا ولا يوجد في قطر ولا يوجد في تونس ولا يوجد في أي دولة في العالم من يحب ليبيا أكثر من أبنائها. أنا مع احترامي ومحبتي لكل أشقاء الليبيين، وأنتم تعلمون موقفي جيدا، ولكن يستحيل أن أكون مخلصا ووفيا لليبيا أكثر من بلدي. وبالتالي هوني القضية الأساسية. الليبي اللي يحب تركيا يحب نسأله، فماش تركي يحب ليبيا أكثر من تركيا؟ كذاب،
واللي يقول لك الكلام هذا هو كذاب. هم فقط يستعملون ليبيا من أجل خدمة مصالحهم. الشعب الليبي اللي احنا علاش نسميه الجيش الوطني الليبي، ما معنى كلمة جيش وطني؟ جيش انتماءه للوطن، انتماءه لليبيا أرضا تاريخا شعبا من كل قبائلها بكل يعني شكلها المجتمعي. وبالتالي هذا الجيش الوطني الليبي ليس له انتماء إلا لليبيا. وبالتالي طالت المعركة شهر شهرين ثلاثة، تدخل الأتراك، تدخل القطريين، أرسلوا أسلحة. يجب أن نكون واثقين من أن النصر قادم لا محالة. قضية إنما النصر صبر ساعة. وبالتالي القوات الجيش الوطني الليبي بقيادته الوطنية الشريفة يعني تتعامل مع الواقع بعيدا عن ما نتمناه، تتعامل مع الواقع بما تفرضه الحالة الميدانية وهو حقائق المعركة. هذا الدعم التركي الموجه لمصراتة، إذا بدأ الخلاف والاشتباك بين ميليشيات طرابلس ومصراتة سيستعمل كله ضد جماعة طرابلس. ونحن نعلم أن حجم الحساسية والأزمة التي تربط يعني تمس العلاقات حاليا بين جماعة مصراتة وأهلنا في طرابلس، والتوتر الموجود على الميدان فيما بينهم جراء عمليات الميليشيات التي تابعة للمصراطة والتي للأسف تحولت كلها إلى عصابات قريبة من الدواعش وبأسماء أخرى. وبالتالي علينا اليوم أن نشهد اشتباكا قادما بين ميليشيات طرابلس وميليشيات مصراطة في مجال محاولة الهيمنة. هذه الميليشيات والصراع بين الإسلاميين لا يمكن له أن يكون هنالك قبول بالآخر. هم كل من ليس مع هذا الميليشيا أو مع ذاك فهو كافر حل قتله، بعكس الجيش الوطني الليبي. الجيش الوطني الليبي أو القوات التي تخضع لأمرة المشير خليفة حفتر، كل من يؤمن بليبيا وطنه أهلا وسهلا به بغض النظر عن إيمانه السياسي، هو قومي، هو عروبي، هو ليبي، هو أمازيغي، هو يعتبر أن ليبيا وطن جميع الليبيين. وبالتالي ليس لأنك من بايعت الفكر السلفي الوهابي فأنت معنا، وليس من بايعت علي الصلابي فأنت معنا، وليس من باشا مع الصادق الغرياني فأنت معنا أو مع عبد الحكيم بن حال. كل من هو مؤمن بليبيا هو مع الجيش الوطني الليبي. وهنا تختلف الفرق بين عظمة المناضلين الذين يقاتلون من أجل ليبيا الغد حرة مستقلة ذات سيادة ويحكمها شعبها دون تدخل أجنبي، وبين ميليشيات تسعى لأن تبيع ليبيا وتتآمر على ليبيا خدمة لأطراف أخرى لا علاقة لها بليبيا. طيب في سؤال أخير معك سيد بس الترجمان الآن، لو كان نمشي شوية نطلع برا من ليبيا ونشوفه دول الجوار والشأن الإقليمي ومسألة الأمن القومي الإقليمي لدول الجوار ودول الطوق الجغرافي بالنسبة لليبيا. إلى الآن ما شفناش رؤية مشتركة بين دول الجوار في قضايا مهمة وخطيرة، من ضمنهن ظاهرة الإرهاب، ظاهرة الهجرة، والأهم طبعا رؤية مشتركة في قضية الإسلام السياسي والمجموعات المسلحة اللي تقاتل مع الإسلام السياسي. على سبيل المثال الموقف المصري متباين ومختلف تماما عن موقف الجزائر. يعني علينا أن لا ننتظر في الفترة القريبة القادمة أي تغيير في مواقف دول الجوار لأسباب. الجزائر عندها من المشاكل ما يكفيها وهي تنكفئ على نفسها لمحاولة الخروج من الأزمة التي يعني تعيشها منذ شهر مارس الماضي، يعني من فترة من بدء أزمة ترشيح الرئيس بوتفليقة ثم انسحابه وما تبعها وكل المشاكل التي تعيشها. بالنسبة لتونس، تونس اليوم وحتى نهاية السنة لن يكون هنالك قدرة على بلورة موقف جديد، خاصة عندنا انتخابات رئاسية في دورتها الأولى يوم 15 سبتمبر، عندنا انتخابات تشريعية يوم 6 أكتوبر، عندنا انتخابات رئاسية في دورتها الثانية ممكن يوم 25 أكتوبر. وبالتالي لن يكون هنالك إمكانية لأن تكون هنالك بلورة، هنالك مرحلة انتقالية. الثابت الوحيد فيها هو الموقف السياسي المصري الداعم للجيش الوطني الليبي، والذي يحاول أن يشكل سندا أساسيا من أجل أن تكون ليبيا دولة حرة مستقلة وذات سيادة. مصر ليس لها مطامع في ليبيا تمام مثل تونس ليس لها مطامع، وبالتالي هنالك إمكانية بعد مرور هذه المرحلة أن يكون هنالك تقارب في وجهات النظر، خاصة وأن الإرهاب المنتشر. عندما نتحدث عن 700 داعشي في ليبيا، فهؤلاء 700 ليسوا ليبيين، هنالك عدد كبير منهم تم تصديرهم
من تركيا باتجاه ليبيا، وبالتالي هنالك 700 تهديد حقيقي و700 مشروع إرهابي على الأقل موجودين في ليبيا يهددون كل أمن واستقرار المنطقة. ومن المهم جدا أن يكون هنالك تغيير في المشهد بحيث يكون هناك تحالف يعني دول جوار ليبيا مع الجيش الوطني الليبي للتصدي لمواجهة الإرهاب، لأن الإرهاب لا يفرق ولا يختزل أزمته مع طرف أو مع مجموعة. إرهاب يهددنا جميعا ويهدد كل يهدد استقرار وأمن كل دول المنطقة بلا استثناء، تونس، الجزائر، ليبيا، مالي، تشاد، النيجر، السودان ومصر وشمال المتوسط وتحديدا دول جنوب أوروبا. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد باسل ترجمان الناشط السياسي والمهتم بالشأن الليبي. كنت سعيد جدا بوجودك معي في نقاشنا في حوارنا التفاعل. نحن نتكلم على قضية خيارات المجتمع الدولي وقضية خيارات طبعا الجيش الوطني وخيارات بعض المدن الليبية. بعد الفاصل حنمشوا لمسألة مهمة جدا وخبر الأخبار، حنمشوا للجنوب الليبي لفزان، نمشوا لمرزق، وزي ما يعرف الجميع دائما مفتاح حل الأزمة الليبية بالنسبة للتاريخ السياسي الليبي في كل المراحل التاريخية من يوم ما تشكلت في ليبيا دائما تجد مفتاح الحل في الجنوب في فزان. حنتكلموا على مرزق، على الواقع الإنساني، الواقع الأمني والواقع السياسي بالضرورة الموجود في مرزق الآن، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، وخلونا نشوف الآن مع بعضنا نشوفوا آخر تفاصيل المشهد وشكل الواقع الأمني والواقع الاجتماعي داخل مدينة مرزق. وخلونا نرحبوا بضيفنا اللي انضمننا الآن أحد أعيان مدينة مرزق السيد محمود الدريح. وسيد محمود سعداء جدا بوجودك معنا، ويريد تضعنا وتضع المشاهدين الكرام في آخر تفاصيل شكل الواقع الأمني في مرزق الآن. السلام عليكم، والصلاة والسلام على رسول الله. والله الوضع الأمني طبعا هو كما هو عليه، يعني كل العرب منطقة. نعم، والآن المدينة أشبه مدينة أشباه، حتى من بقوا فيها قبيلة تبو خرجوا منها، بدأوا يخرجوا منها لأن الحياة متوقفة. الخدمات يا أستاذ خليل، كل الدوائر الحكومية مدينة مرزق والخدمية كلها يديروها العرب. نعم، والسكان الأغلبية العرب هم الآن خارج المنطقة. أيضا في دوائر كلهم خارج حكومية. المنطقة الآن العرب، المكون العربي اللي في مرزق كله خارج مرزق الآن، كله خارج المنطقة، كله خارج، بل حتى من محيط منطقة مرزق، يعني جزء أصبح بسيط الآن في منطقة تباري، لأن التهجير بدأ على مراحل. الناس خرجت لمنطقة وادي عتبة، ومن ثم من بعد وادي عتبة خرجت إلى مناطق قباري وسبعة والشاطئ. طيب، سمعني على المقاطعة، لكن عشان تكون الصورة مكتملة سيد محمود الآن. نعم. هل في تحديد واضح ودقيق لهوية الناس اللي قاعدة الآن تهجر في المكون العربي من مرزق، باستثناء طبعا العصابات الشديدة وقوة حماية الجنوب المدعومة من حكومة الوفاق؟ هو لو تسقط صورة الأقمار الصناعية على مدينة مرزق مش هتلقى فيها حد، يعني مش هتلقى فيها حد، يعني فالإحصائيات هي إحصائية المدينة بأكملها، يعني هذا يعني مش محتاجة أنت، يعني أكثر من 90% هم برا، فمش محتاج للتدقيق أنت، يعني ما عندكش تدقيق، خلاص 90% برا، هذا رقم واحد. رقم اثنين، المدينة مدينة مرزق تحوي على الأرشيف المنطقة، ما اللي هو جهاز السجل المدني، جهاز الأملاك العامة، السجل العقاري على سبيل المثال، البنوك بصفة عامة، هذه كلها إدارات التعليم، هذه كلها الإدارات هذه تخص منطقة مرزق بالكامل. فأنت الآن في الآن المنطقة بالكامل من عند من مكنوسة حتى القطرور حتى تجري كلها معطلة بحكم ان المدينه الرئيسيه هي الان خارج السيطره وخارج الخدمه اللي هي مدينه مرزق. وهذا الارشيف اللي نقول عليه الارشيف الدوله اللي يخص منطقه حوض مرزق والحوض
والمنطقة الاستراتيجية المهمة جدا. هذا نعم. الأرشيف الآن شبه ضائع الآن، أنت مش عارف شو نصير لك في السجل المدني بتاعك، مش عارف شو نصير في إدارة الأملاك وفي إدارة السجل العقاري. هذا موضوع يخص الدولة الليبية ولا يخص أهل مرزق، لأن منطقة حوض مرزق هي منطقة شاسعة جدا يعني. نعم. فإحنا في إشكال آخر يخص الأمن القومي، وإحنا دائما نعيد ونكرر أن الموضوع يتعلق بالأمن القومي وليس يتعلق بقصة حرب عرقية ولا حرب أهلية ما بين مكونين ولا آخرها. هي الموضوع عليه يخص الأمن القومي الليبي يعني. طيب، أكيد أنك أنت سمعت الآن وأنت أحد أبناء مرزق سيد محمود دريحو، في بعض الجهات الآن قاعدة تبي تنقل ملف مرزق لجهات دولية ولمنظمات دولية إلى آخره. في تقديرك هل تشوف أن هذا حيخدم مصلحة مدينة مرزق؟ ربما حيعيد السلم والاستقرار الاجتماعي والأمني للمدينة نقل الملف لجهات دولية؟ هو شوف، هو تجربتنا احنا الليبيين مع المنظمات الدولية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة تجربة فاشلة يعني، مش الليبيين بس حتى العالم يعني. يعني ما فيش جديد من هذه المنظمات. اثنين، يعني غير صحيح أن ينقل أو يتم تدويل ملف مرزق إلى جهات دولية، غير صحيح يعني، هذه أزمة خطيرة جدا يعني. هل إحنا يعني خلاص انعدمنا من المؤسسات حتى لو كانت غير شرعية، وإن فرضنا أن المؤسسات هي غير شرعية، لكن في النهاية المؤسسات تخص الدولة الليبية وتخص الليبيين يعني. اثنين، إحنا نترك أهلنا والمحيطين الاجتماعي الليبيين بالليبيين، نتركوهم ونذهبوا إلى ونطلعوا لمؤسسات دولية. رقم أربعة، ولو أن هذا الكلام كل الليبيين ترصلوا بموضوع مرزق، ولو فرضنا نترك الجيران، نترك تشاد والنيجر والجزائر والسودان ونذهب إلى دول أخرى أوروبية وغير أوروبية، وحتى يعني أمر غير معقول يعني. تدويل ملف مرزق في الشأن الخارجي غير صحيح، لأن هذا حيفتح علينا باب سيء جدا، حيطلعونا ناس تانيين وحياخذوا الملف هذا وحيتداولوا به في بعض الدول أخرى يعني. إذا كان اليوم الملف طلع إلى دولة ما، نعم، بكرة حيطلع إلى دول أخرى يعني، حيطلعوا ناس عندنا ويأخذوا الملف هذا يمشوا به دول أخرى ثانية. طيب سيد محمود، الآن وأنت تتكلم على مسألة أمن قومي، لما تتكلم على قضية مرزق وأن راهي قصة مش بس مسألة حرب عرقية ولا حرب بين مكون وثاني، ونتكلم على مسألة أمن قومي ليبي. الآن في ناس تتساءل، يقول لك شو تقديركم لحجم تدخل بعض دول الطوق الجغرافي الجنوبي لليبيا؟ شنو هو حجم، هل في مبالغة في قصة التدخل هذا لما تكلموا على عصابات تشادية أو تكلموا على أي جنسية أجنبية أخرى قاعدة الآن موجودة في الجنوب؟ هو شوف، هو بالأمانة يعني عملية تدخل مباشر، ما فيش تدخل مباشر، لأن تعرف الأساليب التدخلات الآن اختلفت يعني. لكن في تصفة حسابات دولية موجودة في منطقة حوض مرزق يعني. هذه المنطقة يعني، احنا خلينا نرجع شوية، هي ليش اسمها مرزق؟ هي ممر الرزق، ممر القوافل التجارية، هذا اسمها، هذه اسم مدينة مرزق، ممر القوافل التجارية. فالمنطقة اللي احنا فيها هي منطقة عبور، وانت تعرف الان كل التقارير الدوليه السابقه تتكلم عن هذه المنطقه، يعبر من حوالي الهجره الشرعيه هذه فيها كم المليار دولار، تهريب الوقود وتهريب وتجاره السلاح وتجاره المخدرات، هذه كلها تمر على المنطقه، منطقه حوض مرزق. وهذه المنطقه الان للاسف الشديد هي واقعه في تجاذبات دوليه او اقليميه وتصفيه حسابات، وهذه الحسابات للأسف الشديد طالعين فيها بعض الليبيين وضحاياها هم سكان هذه المنطقة. أنا نزيد نعاود نكرر أن الحقيقة الشيء المؤسف أن في الحكومات اللي موجودة الآن حالية اللي توصف بأنها شرعية ولا غير شرعية لا يعنيها شيء في 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 مناطق الحوض مرزق والله أوباري والله سبها، ما يعنيهمش إلا حقل الفيل وحقل الشرارة وجبل حساونة اللي يضخ من المية لعند طرابلس، وغيرك ما يعنيهمش حد حاجة في هذه المنطقة. يتقاتلوا الناس، يموتوا الناس، يتهجروا، يجيهم سيل يجرفهم، يجيهم طاعون يقتلهم عقارب، ما يعنيهمش الموضوع يعني. لكن أهم حاجة لا يتم تهديد خطر، وانت تشوف انت لما يحصل أي نزاع في الحقول النفطية تشوف كيف الدنيا تقوم
وتشوف حتى البيانات, بيانات بيانات البعثة الأممية, تشوف بيانات دول الدول العظمى الأخير. أما يحصل قتال يموتوا 20 يموتوا 40 يموتوا 100 ما يعنيهمش الأمر يعني. هذا الأمر, هذا أمر لازم يعرفوا الناس, أهل المناطق اللي سكان هذه المناطق لازم يعرفوا أن ليس لديهم أهمية عند الناس الحكومات الآن الموجودة أو حتى اللي مضت, ما فيش أهمية لهالبشر. هو الأهمية في هذه الثروات النفطية ولا غير النفطية اللي موجودة في المنطقة. طيب هذا يمشي بنا لقضية السؤال المباشر على قصة مرزق والمشاكل هذه كلها. في تقديرك هل الحل في مرزق هو حل أمني أو في حلول ثانية؟ والشيء الآخر, لما الناس قاعدة الآن يحكوا على ضرورة مصالحة وطنية ومصالحة اجتماعية, كيف تقدر تتخيل الآن مصالحة وطنية ولا مصالحة اجتماعية وما زال ما فيش حسم أمني وما زال الوضع الأمني غير مستقر؟ لا, هو لازم من حسم أمني, لازم الليبيين لازم الليبيين يجتمعوا ككل. احنا كان لنا حراك فترة الشهر الماضي, اقنعنا حتى اللي كانوا يعني, قلنا لهم يعني, قلنا للناس في المنطقة الغربية ان القضية ما هيش قضية دخول قوات عملية الكرامة وانتم في حالة حرب مع قوات عملية الكرامة, القضية قضية تخص الامن القومي الليبي. وتفهموا حقيقة يعني جزء كبير من اهل المنطقة الغربية, مصراتة وطرابلس وجزء كبير يعني حقيقة تفهموا هذا الامر, وبدأ في تفاعل يعني في هذا الأمر. قلنا لهم أن القضية بعدوها عن الخلاف اللي حاصل في ليبيا, وبارك الله فيهم يعني على ما تفضلوا. هذا الأمر أقنعنا جل أغلب الليبيين أنه لازم يحل بشكل أمني وبشكل قانوني. يعني الأمر القانوني مهم جدا. إحنا نعيد نعاود نكرر, قصف طيران الآن يتغنوا به, قصف طيران كما يزعمون لموكب عرس والله مش عارف ايش والله الاخير او تجمع. احنا قلنا لهم هذا الامر قانوني, احنا نقول الناس اللي تم قصفها لهم المعارضة الشادية وممكن يكون فيهم القليل من الليبيين, هذا امر قانوني ياتي به النائب العام واجهزته ويحقق في هذا الامر. اثنين, هذه مناطق صغيرة, منطقة مرزق من القطرون الى او من تجرهي الى عند مكنوسة لا يتعدى سكانها 100,000, ومدينة مرزق, مدينة مرزق لا يتعدى سكانها 30,000. إذا لما نشوف أعداد ضخمة بهذا التسلح, أنا الموضوع مريب. نعم. وأعداد قتلة بهذه الأعداد, هذا الموضوع مريب. هذه مناطق صغيرة, كيف يكون فيها أعداد قتلة بهذه الطريقة؟ هذا موضوع قانوني لازم يحقق من الناس هذه اللي موجودين على الأرض. لازم يكون في حسم من الليبيين, هل في تشاديين في الجنوب ولا ما فيش؟ خلنا نعترفوا قبل ما نحكوا عن المصالحة. اما في تشاديين ويحكوا عن المصالحه, كيف تجي هذه؟ كيف تحكي عن المصالحه ولا الحقيقه كثيرين من القصلوبيه واخرهم افراد من بعثه الامم المتحده بالامس نقول لهم في نقاط ثابته لازم ان احنا نتفق عليها قبل. القوات الفرنسيه قصفت في مطلع فبراير اثناء دخول عمليه الكرامه الى مدينه مرزق, قصفت ارتال من المعارضه التشاديه على حدود الليبيه التشاديه, وهذه الارتال جزء منها موجود في ليبيا عند هذه الساعه هذه اللحظه. باي قلت لهم هذا, هل نعترف بهذا الامر ولا ما نبوش نعترف؟ وقال اوكي نعترف بهذا. اذا كيف تتكلم على مصالحه وعلى جلوس مع ناس مختلط بهم افراد من المعارضه؟ اثنين, امر مهم يا سيد اخوي خليل, نقطه مهمه جدا. نعم. مدينه مرزق تتعامل بمدنيتها, يعني لم يتدخل اي طرف من اهل فدزان في مدينه مرزق. يعني ما جنوش جماعه من الشاطي او من الباري او كذا تدخلوا معنا في هذه الحرب اللي حصلت ما بيننا وبين الاطراف الاجنبيه في داخل مرزق. نعم. لما نلقى قوميه تبو, هم من الكفره, تبو كفره, عيسى عبد المجيد تبو من الكفره, حسن موسى تباوي من الكفره, في تبو من ام الارانب, في تبو من القطرون, في تبو من سبها, وفي تبو من نيجر, وفي تبو من تشاد. كيف أنا كمدينة صغيرة وكمكون عربي ناقش قومية من كل الأنحاء؟ أنا نبي نناقش التباوي المرزقاوي, نبي نجلس مع التباوي المرزقاوي نفهم معاه, ما نبيش نجلس مع واحد جايني من الكفرة, واحد جايني من المرانب, واحد جايني من تشاد. نعم. هذه نقطة مهمة جدا, احنا نتعامل بمدنيتنا. ولهذا هم كثيرين يقول لك والله أهالي مرزق رفض الحوار. أنا ما رفضناش الحوار ولا نرفض أبدا, نحن نبوا الجلوس ونجلس مع الناس أي مشكلة, لكن مع من؟ نعود ونكرر, مع من؟ التشادي من الجزوف معاه, النيجيري من قاعد مدوش معاه,
اللي جاي من الكفرة ما يقعدوش معاه يعدي الكفرة يعدي عند هلا وكان هو نازح يبقى في مكان نزوحة ما يتدخل. لكن يفرضوا علي شخص من الكفرة زي حسن موسى يجي قتلني بجيشه هو مجموعة من الكفرة متشادين النيجيريين نقول نعم. أنت ما تبيش الجلوس ما تبيش الجلوس. هذه نقطة مهمة جدا لازم يعرفها الليبيين يعني. طيب في أقل من دقيقة والكلمة الأخيرة عندك سيد محمود دريح وقبل ما نختم معاك الحلقة ونختم معاك المداخلة. أنا نوجه ندائي لأهلي المهاجرين في ليبيا نعم. أن يعيدوا ونكرر أن يتصلوا بالليبيين ككل وأن يتعاملوا مع الليبيين ككل وأن يخلوا ملف مرضك في داخل ليبيا ولا يستعجلوا حتى يستنفذوا كل جهودهم في داخل ليبيا ومؤسسات الليبية الشرعية والغير شرعية يتعاملوا مع الكل ويجزوا الكل أن هذه قضية وطنية هذه قضية تخص الليبيين جمعاء ولا يفرق ما بين الليبيين يذهبوا للكل يذهبوا لجميع المجالس الاجتماعية لجميع القبائل ما يسيبوش لمن طبرق قال عند زوارة ما يسيبوا حد لازم يفهموا الليبيين أن هذا الأمر يخص الليبيين جمعاء حوض مرضك منطقة حوض مرضك يخص الليبيين جمعاء. الأمر الآخر في 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 قبل في عجالة أهالي منطقة مرزق يجب أن منطقة مرزق اللي هم ميل قطرون حتى وادي عتبة يجب أن يكون لهم مواقف وبيانات واضحة في نقاط أساسية في هذه المنطقة في تشاديين ولا ما في تشاديين. عندنا ملف للأسف الشديد ما سعفناش الحظ نتكلموا عليه هو موضوع أوزو موضوع أوزو يخص حكم محكمة العدل الدولي في حكم محكمة العدل الدولي وهذا سكان أوزو موجودين عندنا في مرزق وفي أم الأرانب وفي هون. هذه مسألة قومية تتعلق بالأمن القومي الليبي وتتعلق بالقانون الليبي والقانون الدولي والقانون الدولي. هذه مسألة يبحثوا فيها الليبيين جميعا وليس أهل مرزق هم اللي يتكلموا طيب. على موضوع نعم وصلت الرسالة وسمحنا عن المقاطعة سيد محمود دريحو. للأسف دهمنا الوقت وأشكرك جزيل الشكر لحوارك في نقاشنا المفتوح وحوارنا التفاعلي. كان معنا أحد أعيان مرزق السيد محمود دريحو. بالمناسبة طبعا سيد محمود كان من ضمن الناس اللي تم تهجيرهم في الحروب اللي فاتت وصلوا زي ما تعبتوا الآن قاعد يحكي معنا الآن من اسطنبول. خلونا نوجه الشكر من جديد أيضا للسيد باسل الترجمان اللي كان معنا من تونس النشط السياسي والمهتم بالشأن الليبي. الفترة هذه حنبدأ في سلسلة الحلقات اللي تشوفوا عليهم في الدعاية ونحن نتكلم على الفساد في الشركات. شركات ليبية مش بس تتكلم على فساد تتكلم على شركات ليبية تمول في الإرهاب. وعندنا أيضا استعراض لقوائم عند النائب العام مطلوبين تقريبا 170 اسم من المطلوبين موجودين قوائم عند النائب العام وحنستعرض معكم جزء من الأسماء الإرهابية الشهيرة خلال الحلقات الجاية. تحياتي أنا خليل الحاسي وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد نتمنى لكم ومن سياطين.